بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. من رحم البطولة يولد البطل، هكذا تعلمنا وعلمنا مشاهدينا، ولكن عليك أن تكون بطل، يجب أن تواصل الكفاح والصمود والتحمل دون التخلي عن الهدف، مع الإيمان والاعتقاد بأن النصر دائما سيكون من نصيبك. فأحيانا تشعر بالألم وأنت تلعب ولكنك تواصل اللعب. مشاهدينا الكرام، الليلة يأتي موعدنا مع المشهد الأخير والجولة رقم 20 في رواية الدوري الممتاز لموسم 2015-2016، مسك الختام حيث لقاء الإنتاج الحربي ونادي الزمالك، لقاء تأكيد الذات للإنتاج صاحب الوجه الحديث على بطولة الدوري الممتاز أمام الفارس الأبيض المتطلع للدفاع عن اللقب والقادم بقوة من الخلف للأمام. 90 دقيقة كرة قدم مشاهدينا الكرام بين الإنتاج الحربي والزمالك، تقبل كل الاحتمالات في دوري يغلفه الغموض والإثارة والحماس. 90 دقيقة مشاهدينا ستجيب على كل التساؤلات وكل التكهنات، ولكن دعونا نبدأ بأول مفردات هذا اللقاء وهي تشكيلة الفريقين. النهاردة المدير الفني الكابتن شوقي غريب للإنتاج الحربي بيبدأ بطريقة 4-3-2-1 في حراسة المرمى، أمير عبد الحميد قدامه 4، السيد فريد، لؤي وائل، محمود فتح الله، علي فتحي، قدامهم 2 في وسط الملعب سوستة وعلي عيد، و4 أوراق هجومية للإنتاج الحربي ممثلة في أحمد مجدي، جدو، محمد فاروق، وفي الأمام صلاح أمين. على الجانب الآخر نادي الزمالك والإدارة الفنية الجديدة والحلة الفنية الأسكتلندية لإلكسندر ماكليش بيبدأ النهاردة تشكيلة نادي الزمالك بطريقة 4-2-3-1 في حراسة المرمى، أحمد الشناوي، رباعي في خط الظهر حازم إمام، علي جبر، محمد كوفي، محمد عادل جمعة، قدامهم 2 طارق حامد ومعروف يوسف، و4 أوراق هجومية للفارس الأبيض ممثلة في عمر جابر، أيمن حفني، محمود كهربا، وفي الأمام إيمانويل مايوكا. النهاردة هيدير هذا اللقاء تحكيميا حكم الدرجة الأولى الكابتن شريف رشوان، بيساعده كل من أحمد حسام طه، والمساعد الثاني هو محمد محمود عباس، بينما الحكم الرابع هو وليد عبد العزيز. 3 نقاط من ألماز سواء في سباق المقدمة والصدارة بالنسبة للفارس الأبيض، ولا سيما بعد انتصار النادي الأهلي بالأمس على بتروجيت بهدفين دون رد. على الجانب الآخر فريق الإنتاج الحربي، الفريق صاحب التطور في الأداء وصاحب المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بيأمل اليوم إن هو يواصل تألقه وتقدمه وإنتاجه المثمر والوصول إلى النقطة 31. على بركة الله انطلقت أحداث هذا اللقاء، هنظبط الساعات، وعلى ملعب بتروسبورت كل الحكاية، حكاية الإنتاج الحربي والزمالك وختام منافسات الجولة 20 في بطولة الدوري الممتاز اللي بيحمل الرقم 57. محمد كوفي بيوزع في أول لقطة للعائد إلى تشكيلة الفارس الأبيض محمد عادل جمعة، أدي تقدم واختراق من كهربا وتمريرة أمامية ومحاولة للوصول في أول لقطات اللقاء. محمد عادل بيظبط وبيلعب عرضية، ولكن على طول تمركز جيد من سوستا وإبعاد. النهاردة اللقاء رقم 6 اللي بيجمع ما بين الفريقين في لقاءات الفيس تو فيس، 5 لقاءات سابقة، 4 انتصارات للفارس الأبيض مقابل تعادل وحيد حققه الإنتاج الحربي، بينما لقاء الذهاب لقاء الجولة الثالثة كان
هو اللقاء اللي انتصر فيه نادي الزمالك بهدفي محمود كهربا، بينما اللاعب الزمالك السابق محمود فتح الله كان زلل الفارق من هدف من ركلة الجزاء، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك 2-1. علي فتحي بيسلم على طول في الجانب الأيسر اللي هيتواجد فيه علي فتحي ومحمد فاروق من أجل الضغط ومجابهة الجبهة اليمنى اللي بيبقى فيها النهاردة حازم إمام القائد ومن أمامه عمر جابر. هنشوف النهاردة مباراة مهمة جدا جدا، خصوصا في ركلة البداية للمدير الفني رقم 5 للفارس الأبيض هذا الموسم، وهو المدير الفني الكبير أليكس ماكليش صاحب 57 عام. تمريرات ومحاولات ولعب من لمسة واحدة، ادي كرة على طول للإنتاج عند صلاح، ولكن ضغط زملكاوي واستخلاص، وعلى طول عمر جابر بيوزع كرة في الجبهة اليسرى ولكن أطول من اللازم تخرج. ادي أليكس ماكليش صاحب 57 عام وصاحب المشوار التدريبي الكبير، والنهاردة بيلعب أليكس ماكليش اللقاء رقم 818 في تاريخه الطويل، سواء مع الكرة الاسكتلندية أو مع الكرة الإنجليزية أو مع الكرة البلجيكية. مشوار كبير جدا جدا وأسماء كبيرة تم إضافتها إلى منافسات الدوري الممتاز. حوار الدقايق الأولى والكل بيبحث عن السيطرة، علي عيد على طول بيسلم كرة أمامية، أدي تقدم ومحاولة من لاعبي الإنتاج الحربي اللي تطور الأداء بقول لحضراتكم بشكل كبير جدا جدا، خصوصا في آخر 12 لقاء لم يتلقى الإنتاج سوى هزيمة وحيدة، وفي آخر 7 لقاءات للإنتاج فاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاءين. تقدم لنادي الزمالك، كرة هات وخد، ولكن على طول تغطية، مرة تانية محاولة للتقدم توصل في الجبهة اليمنى عند عمر جابر. طارق حامد العائد المحارب اللي موجود في وسط الملعب اللي بيعود 1 من 4 تعديلات النهاردة بتشهدها تشكيلة الفارس الأبيض، عودة لأحمد الشناوي والبدء بمحمد عادل جمعة اللي كان مختفي منذ الجولة 14 ولقاء اتحاد الشرطة، ثم أيضا وجود علي جب، وأخيرا إضافة طارق حامد في وسط الملعب العائد من الإصابة. 4 تعديلات عن اللقاء الماضي، اللقاء اللي انتهى لمصلحة نادي الزمالك على زعيم الصغر 2-1. كل فريق قادم من الانتصار. الإنتاج آخر لقاءاته أيضا كانت فوز على الاتحاد السكندري 2-2. إيمانويل مايوكا على طول بيعمل تمريرة حلوة وخطيرة، ودي عمر جابر صاحب الإمداد والتمويل في الجبهة اليمنى للفارس الأبيض، بياخد تمريرة الزامبي إيمانويل مايوكا اللي النهاردة بيشارك للمرة الرابعة، بينما عمر جابر بيلعب النهاردة اللقاء رقم 17. هنشوف تشكيلة نادي الزمالك هتقدم لنا ايه، وايضا شوقي غريب المدير الفني للانتاج هيقدم لنا ايه. ادي محاولة من جديد من الجبهة اليمنى، حازم بيظبط، ودي العرضية، ادي العرضية، ولكن في صفارة وخطأ على الرصاصة النحاسية ايمانويل مايوكا اللي تشيلو بيلو، وهو لقب المنتخب الزامبي اللي ملقب بالرصاصات النحاسية. ادي ايمانويل مايوكا، كرة على طول من امير، بيلعب كرة للامام، لمسة راسية من فاروق، ولكن كوفي على طول هيحافظ على كورته علشان ياخد ركلة مرمى. لسه بنلعب في اول 6 دقايق، والنهاردة بنلعب وبنشاهد مع حضراتكم اللقاء رقم 180 في بطولة الدوري الممتاز، وعندنا 404 هدف تم إحرازهم، وفي هذا اللقاء بنبحث سويا عن الهدف رقم 405. أيمن حفني
على طول تمريره حلوه في المساحه الحلوه عند حازم امام، بيعمل كنترول وعايز يلعب العرضيه، ولكن خد وقت اطول من اللازم. طارق على طول في المكان المناسب بيعمل ضغط. علي جاب بيرجع يعمل مساند عند احمد الشناوي، بدا يضغط نادي الزمالك وينتشر بمساحه الملعب من اجل فرض السيطره والهيمنه. محمد كوفي عايز يعمل تمريره اماميه عند الكهرباء، ولكن على طول قافل السيد فريد. كان بدا الكابتن شوقي غريب في بدايه الموسم بطريقه غير كل الانديه المصريه، وكان بيلعب بطريقه 3-4-3، ولكن غير الاداء وقدر ان هو يعمل توليفه جديده بتنظيم جديد، وهي طريقه 4-2-3-1، الطريقه المعتاده اللي قدر زي ما بقول لحضراتكم انه في اخر 12 لقاء لم يتلقى سوى هزيمه في الجوله 12 امام النادي الاهلي. الهدف اللي اتى في الدقيقه 96 عن طريق راس عماد متعب، منذ هذا التاريخ تقريبا يوم 3-1، حيث لقاء الانتاج الحربي والنادي الاهلي لم يقع فريق الانتاج في فخ الهزيمه امام انديه الدوري الممتاز، بينما اخر 7 لقاءات حقق 3 انتصارات متتاليه ثم تعادلين واخيرا انتصارين على كل من الدراويش 3-0، واخيرا على زعيم الصغر 2-0. كرة للأمام بترتد من جديد، ولكن على طول شريف رشوان بيحتسب خطأ جديد على إيمانويل مايوكا اللي بيلعب النهاردة على حساب باسم مرسي اللي موجود على دكة البدلاء. أدي أليكس ماكليش أو إلكسندر ماكليش، اسم كبير، والكل كل الجماهير بتتساءل هل يا ترى الأسماء الكبيرة سواء مارتينيول الهولندي اللي تولى تدريب النادي الأهلي أو إلكسندر ماكليش المدير الفني الإسكتلندي اللي تولى تدريب الفارس الأبيض، هل يا ترى هيعملوا إضافة وبصمة للقطبين الكبيرين؟ وآدي النجم المصري في التدريب وصاحب الميدالية الوحيدة للكرة المصرية في عام 2001 بالأرجنتين، الكابتن شوقي غريب وصاحب الـ3 ألقاب مع المعلم. هنشوف كل مدير فني سواء شوقي غريب أو إلكسندر ماكليش، الاتنين دفعة واحدة 57 سنة، لكن الأوراق هنا غير الأوراق هناك. صفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة، هنشوف اللقطة مرة تانية. اعتبر شريف رشوان في خطأ ضد علي جبر لمصلحة صلاح أمين، ضربة حرة مباشرة في مكان مميز جدا جدا لمصلحة الإنتاج الحربي، وشايف محمود فتح الله متقدم علشان ينفذ الضربة الحرة المباشرة، والشناوي بيطالب بحائط بشري مكون من 5 لاعبين. كرة قريبة، كرة في مواجهة المرمى تقريبا على بعد 25 متر. هنشوف محمود فتح الله عنده 5 أهداف، وهو اللاعب اللي سجل في مرمى الفريقين لما كان بيلعب في الزمالك، سجل في الانتاج وفي لقاء الذهاب وهو بقميص الانتاج سجل في مرمى الزمالك، ولكن تسديده على طول بترتد من الحائط البشري. ادي محمود فتح الله، مشوار كبير جدا جدا وخبرة كبيرة سواء مع نادي الزمالك او مع منتخبنا الوطني. احمد الشناوي اللي بيلعب النهارده اللقاء رقم 18 ليه من غير تحضير، بيلعب كوره في اتجاه مايوكا، ولكن فتح الله من اعلى نقطه، صلاح على طول بيوزع كوره في الجبهه اليسرى. ادي التمريره هات وخد، والتوزيع وتغيير الاتجاه عند الظهير الايمن السيد فريد. طبعا معتادين ان السيد بيلعب كمساك، ولكن توظيف جديد من شوقي غريب. طارق حامد
عمر جابر بيرجع على طول لكوفي، بيلحق كوفي قبل ما الكرة تهرب منه ويرجع يعمل المساندة عند أحمد الشناوي، بيظبط كورته الشناوي والتمريرة الأمامية بيردها مرة تانية السيد فريد. لسه منطقة وسط الملعب، أدي معروف بلمسة واحدة يحل المشكلة في المساحة الخالية عند عمر جابر، وارتداد من أحمد مجدي واحد من اللعيبة المميزة جدا جدا واللي فرضت نفسها في المعسكر قبل الماضي على منتخبنا الوطني، ولكن في صفارة وفي خطأ لمصلحة عمر جابر ضد أحمد مجدي. ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك، وهنشوف كرة قريبة، كرة الراوند بوكس على طول تتلعب لمسة ولعبة، ودي كرة على القائم الثاني ولكن محافظ عليها لاعب الانتاج الحربي لؤي وائل، وياخد ركلة مرمى. أمير عبد الحميد صاحب 36 عام أمير، وأدي محمد عادل اللي النهاردة بيلعب اللقاء رقم 8 ليه. أمير عبد الحميد النهاردة اللقاء رقم 125 لأمير عبد الحميد في بطولة الدوري الممتاز، وكل الأسماء اللي موجودة في تشكيلة الإنتاج الحربي كلها لعيبة متمرسة في بطولة الدوري الممتاز وعندها خبرات وعندها قدرات، علشان كده النهاردة لقاء بيقبل كل الاحتمالات. تحضير من نادي الزمالك، طارق حامد على طول بيسلم في قلب الملعب عند أيمن حفني اللعيب الحريف صاحب التصميمات وصاحب التمريرات. كرة في وسط الملعب، تمريرة للأمام من سوستا ولكن تدخل من جبر، ادي المرة تانية المتابعة من فاروق، ولكن عرضية على طول بيقفلها حازم إمام على صلاح أمين المهاجم المتقدم اللي بيلعب من وراه ثلاث لاعبين في منتهى الأهمية والخطورة، وهم مجدي وجده ومحمد فاروق، ولكن شايف راية وصفارة. أدي أليكس ماكليش اللي بدأ تجربته التدريبية سنة 98 مع ماذر ويل ثم هيبرنيان ثم جلاسكو رينجرز الاسكتلندي أحد الفرق العريقة في الدوري الاسكتلندي. ادي كرة هات وخد، ولكن في تدخل وفي اعاقة وصفارة وضربة حرة مباشرة ايضا من مكان مميز وخطير، المرة دي تدخل في توقيت غير مناسب من طارق حامد يرتكب خطأ. وصلنا للدقيقة 15 وكل فرقة بتحاول انها تنتزع المبادرة. ادي احمد مجدي واحد من الثلاثي اللي بيلعب في وسط الملعب وبيعمل تكملة من الخلف للامام، الخطأ موجود وكرة قريبة، كرة خطيرة، علشان كده متقدم اربع لاعبين والشناوي بيقفل بالحائط البشري الزاوية الضيقة وبيحاول ان هو طبعا يركز كل لقطة وكل همسة ليها تمنها، ودي مرة تانية تسديدة فتها الخطورة وجول جول 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 جول. صلاح أمين بيسترد الكرة اللي بتقع من ايد احمد الشناوي في الدقيقة 16 ويحولها الى داخل الشباك، علشان الانتاج المتطور يزيد تطوره ويبدأ في انتاجه ويضع الهدف الاول. مشاهدينا الكرام، والسعادة والفرحة الاولى للمدير الفني المصري، ادي التسديدة القوية من محمود فتح الله، كرة ارضية تخادع احمد الشناوي اللي غاب في اخر لقاءين، تقع منه وخطأ كبير، تجد المتابع صلاح امين يترجمها في الدقيقة 16 مشاهدينا لهدف أول، علشان الإنتاج ينتج الهدف الأول مشاهدينا في لقاء اليوم، وهو لقاء مسك ختام الجولة 20. واحد لا شيء لمصلحة الإنتاج الحربي، وأول استغلال للمواقف الثابتة
اللي حوالين منطقة ال 18 هدف هيحل اللقاء وهيسرع الريتم ويضع دوافع جديدة هنا وهناك. مرة تانية كرة في وسط الملعب، طبعا موقف لم يكن يتمناه بالطبع إلكس ماكليش. مرة تانية تقدم، عد أيمن حفني واحد والتاني، ولكن اتعمل له بلوك قوي من السيد فريد ولؤي وائل، وفي صفارة وفي خطأ. أدي أيمن حفني لعيب مهم ودوره مهم، والنهاردة بيلعب اللقاء رقم 20 ليه، وهو أكثر لاعبي نادي الزمالك مشاركة في التشكيلة اللي بدأ بيها ماكليش ومحمد صلاح. ضربة حرة مباشرة لمصلحة الانتاج الحربي، اللي اكيد الهدف هيفرق كتير جدا جدا معاه. وادي الخطأ المحتسب لمصلحة علي عيد. محمد عادل جمعة معروف يوسف يرجع مرة تانية لمحمد عادل. ادي الكابتن شوقي غريب، الكل تعرض لي بالانتقاد خصوصا في بداية الدوري الممتاز بعد ما تلقى ثلاث هزايم متتالية، وهو يملك أسماء كبيرة وخبرات كبيرة، ولكن زي ما بنقول الخيل التعبانة هي اللي بتجري في الأول، وقدر شوقي غريب بالاستمرار وبالوصول وبالانسجام اللي تحقق مع توالي اللقاءات ان هو يغير شكل الانتاج الوافد الجديد اللي بيسجل المشاركة رقم 4 لي هذا الموسم، وحتى الان متقدم على الفارس الابيض حامل اللقب بهدف، لكن لسه اللقاء. كرة للامام، ايمن حفني عايز يعدي، وادي الادفانتج وكرة متقدمة، وادي التسديدة ببطن القدم من عمر جابر، ولكن لسه المتابعة الهجومية والسكند بول من نصيب الفارس الابيض ومحمد عادل جمعة اللي النهاردة بيلعب في ظل ايقاف حمادة طلبة. مرة تانية محاولات للاختراق، ودي تمريرة هات وخد، ولكن التو اقوى من اللازم، ملحقهاش عمر جابر. لكن كل لقاءات الدوري الممتاز اصبحت لقاءات بتقبل كل الاحتمالات، ورغم الفوارق ورغم القدرات ورغم الفوارق في التاريخ وفي الأسماء، ولكن داخل البساط ذابت كل الفوارق وقلت الإمكانيات، وأصبح الجهد والعرق والتركيز والتوفيق مهم جدا جدا في حسم نقاط اللقاء. محمد عادل جمعة يلعب على طول معروف، يلف يدور ويمرر تمريره ما يلحقهاش جمعه، تعدي على طول، ودي التوزيعه الاماميه او التمريره الاماميه من علي عيد، والتعليمات وتوجيهات من ماكليش. طبعا جماهير نادي الزمالك بتتمنى الركله المثاليه للمدير الفني رقم 5 هذا الموسم. محمد كوفي معروف يوسف دخل لقلب الملعب معروف، ماشي متقدم الانطلاقة من حازم، تقدم حازم وبياخد تمريرة أيمن حفني. أدي حازم إمام، هل يتقدم يخترق؟ لكن وقف وحافظ على كرته ورجع من جديد عند أيمن. هيحل بالمهارة ولا يعمل المساندة؟ أدي ثلاثي الجبهة اليمنى عمر جابر بيرجع من جديد لطارق في تركيز لفك التكتلات العددية لفريق الانتاج من خلال اللعب على الاطراف. ادي محمد عادل هيعمل ايه؟ منتظر المساندة ولا يعتمد على قدراته وانطلاقاته؟ ولكن اتقفلت عليه وملتزم معاه محمد فاروق. السيد فريد بيلعب تمريرة للامام، كوفي رد، ترجع مرة تانية من محمد فاروق، طارق حامد المرة دي يعمل تمريرة، ودي كهربا اللي لسه لم يضيء ولم ينير. محمد عادل جمعة بيلعب رمية التماس على طول، تدخل من فتح الله، علي جاب
حازم إمام، تمريرة لعمر جابر، منتظر التحركات. أيمن حفني مايل بشكل كبير ناحية الجبهة اليمنى. طارق حامد، محمد كوفي، كلها تمريرات وارتداد كبير من لاعبي الإنتاج، ولكن تمريرة بدون عنوان من النيجيري معروف يوسف. ادي لقطة الهدف، اللقطة المضيئة، لقطة الخطأ الكبير جدا جدا طبعا من احمد الشناوي الحارس الدولي اللي عنده 24 مباراة دولية. خطأ قاتل يضع الكسندر ماكليش في ورطة حقيقية. ادي مرة تانية وتمريرة امامية من ايمن، ولكن علي فتحي يقدم لقطة وتغطية نموذجية. ودي جده عايز يعمل اختراق وتقدم، ولكن على طول بيقابله علي جبر ويعمل ابعاد. ادي احمد الشناوي كان غايب في اخر لقاءين بناء على تعليمات مدربه ايمن طاهر اللي فضل ان هو يريح احمد الشناوي ويلعب بجنش اللي بره النهارده ال 18، ويعود من جديد احمد الشناوي بعد ما شارك في التجربة الودية مع منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو. صفارة جديدة وخطأ جديد في كل لقطة حتى الآن بيلتحم فيها إيمانويل مايوكا. أدي التعليمات والتوجيهات، ودي محاولة لشرح المهام، لكن لسه ده مدير فني مش ساحر، واي مدير فني بيبقى محتاج وقت اللعيبه تفهمه وهو يفهم اللعيبه ويقدر يستوعب قدراتهم وامكاناتهم. لكن البطوله والمنافسه المشتعله على صداره الدوري الممتاز وفارق الثلاث نقاط وطموح وامال الجماهير الكبيره سواء للفارس الابيض او للمارد الاحمر مخليه مفيش وقت ابدا ابدا لتصحيح الاوضاع. علشان كده في ضغط كبير. معروف يوسف، محمد عادل جمعه يقف على كورته بشكل جيد وينتظر ويأجل التقدم. ادي مره تانيه محاوله لايجاد ثغره. محمد عادل في مكان مميز، ولكن العرضيه فين يا راجل؟ عرضيه وحشه جدا جدا ازعجت وقومت محمد صلاح، لانه لوحده ومحدش ضاغط عليه يقدر يبص ويظبط ويشوف. بص شوف محمد عادل جمعه بياخد فرصات وبياخد محاولات ومشاركات، ولكن لسه مش قادر يتمسك بالامل ولا بالفرصه الكبيره. ودي الهجمات المرتده، وجده على طول بيسلم كوره في الجبهه اليمنى عند فاروق. مرة تانية كرة في وسط الملعب ومحاولة لتغيير الاتجاه، ولكن على طول عمر جابر يقطع. واضح تماما ان بعد ما تقدم الانتاج هيلجأ للهجمات المرتدة والكونتر اتاك. وصلنا ال 25 دقيقة وحتى الان الانتاج واحد الزمالك لا شيء. مرة تانية سوستا، علي فتحي، كرة في قلب الملعب، تحرك على طول من جده بيتحرك في ظهر معروف يوسف وطارق. ادي كرة مرة تانية تسمح بالالتحام. كهربا بيظهر في الكادر ويضغط على السيد فريد وياخد بذكاء ضربة حرة مباشرة. هنشوف اللقطة مرة تانية. نكشها كهربا وقدر ان هو ياخد خطأ. محمود كهربا عايز يربط، ايمن حفني مره تانيه كلاكيت تاني مره، المره دي عرضيه حلوه. وادي جول 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 اتشيلو بيلو ايمانويل مايوكا في الدقيقه 26 بضربه راسيه. يا حبيبي بيحط كوره على شمال امير عبد الحميد علشان الفارس الابيض، والرصاصه النحاسيه تصيب الانتاج الحربي وتعيد الفارس الابيض الى اللقاء بعد عرضيه في كلاكيت تاني مره من محمد عادل جمعه. لعب الاولى وحشه، ولكن بص شوف الروايه، بص شوف الحكايه. وادي الراسيه يا عيني
في الجانب الشمال تعمل بند وتروح في آخر الدنيا في آخر السبعة متر 32 سنتي علشان الرصاصة النحاسية الزنبية مايوكا يعيد الفارس الأبيض إلى اللقاء ويصبح التعادل الإيجابي موجود في هذا اللقاء 1-1. مباراة حلوة، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، وحتى الآن 26 دقيقة فيها هدف للإنتاج وهدف للفارس الأبيض، ولازال مشاهدينا الحوار مستمر في ملعب بتروسبورت، ودي تسديدة مرة تانية ولكن بعيدة تماما. الجول يدي حماس ويدي طموح ويحسسك بالقدرة ويحسسك ان انت موجود، ولكن الجملة حلوة والنهاية السعيدة كانت موجودة في الدقيقة 26. وادي الفرحة الكبيرة، مش بقول لحضراتكم كل نقطة وكل لقطة ليها تمنها في هذا اللقاء وفي كل المشوار في النسخة 57. مرة تانية معروف يعمل معروف ويسلم لكهربا، ودي مرة تانية ضغط، ولكن ضغط بخطأ لمصلحة محمد عادل جمعة اللي عمل التمرير الأسيست، ولكن الخطأ موجود من جده. علي جبر، طارق حامد بيعمل تمريرة، انتشار جيد من لاعبي نادي الزمالك، ولكن المرة دي الضغط على عمر جابر بيفقد الكرة في منطقة التحضير، ولكن بيعود بالروح المعتادة عمر جابر ويسترد الكرة، ودي محمد عادل جمعة اللي بدأ يصول ويجول، والكرة الأسيست هتديله دفعة معنوية كبيرة مفيش كلام. وزي ما تملي بنقول إن مجموع القرارات اللي بياخدها اللاعب قد يخطئ وقد يصيب، لكن لما بيصيب الكل بيشيد، ولما بيخطئ الكل بيتكلم. وادي صفارة وخطأ لصلاح أمين اللي النهاردة بيصل للهدف الرابع ليه مع الانتاج الحربي، بينما مايوكا بيسجل تاني أهدافه في رابع لقاءاته مع الفارس الأبيض. ادي مرة تانية مايوكا بياخد ضربة حرة مباشرة وكارت أول في أحداث اللقاء، هيبقى من نصيب لؤي وائل. ادي لؤي وائل ربما هو اقل لاعب عنده خبرات في تشكيلة الانتاج الحربي، يدوب 16 لقاء فقط في بطولة الدوري الممتاز، واحد مع النادي الاهلي و15 مع الانتاج، ولكن كان عنده تجربة احترافية مع لير. كرة للامام في المساحة الخالية في الأطراف، ولكن على طول المرة دي التمريرة أطول من اللازم، ووصلنا للدقيقة 30 وأصبح التعادل الإيجابي مشاهدينا موجود في ملعب بتروسبورت في لقاء الختام للجولة رقم 20. تتلعب الكرة للأمام من أعلى نقطة على طول جاب، تمريرة من أيمن، إيمانويل مايوكا يعمل فنت حلو ويتقدم ويخترق، طبعا الهداف أهداف، وكل ما يسجل أهداف كل ما الحماسة والرغبة والثقة تبقى كبيرة جدا جدا. أدي كورة كان فيها التحام وصدام، ولكن إدى إتاحة اللعب شريف رشوان حكم اللقاء. أدي الكورة وأدي البلوك اللي اتعمل من لؤي، وأدي اللقطة اللي لعبها محمد عادل، ولكن ديت قدر يتصدى ليها ويتحرك ليها أمير عبد الحميد، لكن فشل في التعامل مع راسية إيمانويل مايوكا. أمير بنفس السيناريو من غير تحضير، لمسة من فاروق في اتجاه صلاح أمين الخطير، وادي تسديدة، ولكن المرة دي أحمد الشناوي بيزود عن مرماه، والرقابة الدفاعية لمهاجمي الانتاج هتبقى مهمة جدا جدا، لان الانتاج عنده قدرات وعنده امكانيات في انتاج وفي تسجيل الاهداف. وادي صلاح
بيعمل ضغط كبير جدا جدا على كوفي. وادي الركنية مرة تانية مقوسة، وادي راسية مش ممكن، فرصة كبيرة جدا جدا، فرصة كبيرة جدا جدا. وصلاح أمين بيبحث من جديد عن التسجيل من جديد، ولكن يدوب يدوب ايه سنتيمترات بجوار القائم الايسر، لمسة لمسة راسية بديعة من صلاح أمين اللي سجل واحدة من أمتع أمتع الأهداف خلال بطولة الدوري الممتاز، وتحديدا في لقاء طلائع الجيش اللي كان ضمن الجولة الرابعة وفاز في الإنتاج 2-1. لكن عنده خبرة صلاح أمين، عنده خبرة، وحتى الآن مدافع نادي الزمالك بيرتكب أخطاء كبيرة جدا جدا في الضغط وفي التمركز. ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى النشيطة، هنشوف عمر جابر هينفذ ايه. كرة على طول على القائم الثاني، ولكن لفت لفت فيها قوة زيادة، تخرج على طول علشان تبقى ركلة مرمى. ادي الجهاز او بعض اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول، كابتن ناجي والكابتن اسامه، الاثنين موجودين. عندنا مباريات مهمه جدا جدا لمنتخبنا خلال هذا الشهر، ذهابا ايابا امام نسور نيجيريا. كره في وسط الملعب، طارق محمد عادل جمعه على طول بيعمل تمريرة، ولكن استلام وحش، مفيش احساس بالمكان ولا الزمان من معروف، لكن دوره مهم جدا جدا معروف. علي فتحي عايز يعمل هات وخد، ولكن مجدي ياخد ضربة حرة مباشرة. كنت قلت في بداية اللقاء ان علي فتحي وفاروق، لا، الكابتن شوقي حاطط احمد مجدي قدام علي فتحي، بينما فاروق هو اللي بيضغط على جمعة. مرة تانية يرجع معروف، بقول لحضراتكم دوره مهم، صحيح عنده مسباس، ولكن دوره مهم جدا جدا في وسط الملعب. ودي أيمن حفني بيدلعنا بيدلعنا وبيقدم لنا لقطات فيها مهارة وفيها إبداع، وكارت تاني في أحداث اللقاء لتعمد الشد والجذب المرة دي، المرة دي أعتقد لسوستا، بالفعل هو محمد سوستا بياخد كارت للشد والجذب بعد الترقيصة الحلوة من الحريف أيمن حفني. أدي بدلاء الإنتاج الحربي، هقول لحضراتكم مين موجود مع الكابتن شوقي. وأدي انطلاقة جديدة للإنتاج، عدى حلو صلاح ويوزع كورة عند محمد ناجي، جده بيوزع على طول لفاروق، هيعمل ايه؟ طولت منه، مين معروف؟ مش بقول لحضراتكم، شفناه في لقطه في اقصى الجبهه اليسرى، وادي في اقصى الجبهه اليمنى، وادي الراسيه، وادي قله الرقابه الموجوده من دفاع نادي الزمالك، ولكن راسيه محمد فاروق صاحب التلات اهداف حتى الان مع فريق الانتاج. ادي التدخل، هل فيها خطا ولا تدخل مشروع؟ الحكم لحضراتكم. لكن حتى الآن الكرات العرضية وصل وصل اللاعب علي عيد للكرة في توقيت مناسب جدا جدا، وأعتقد إن ما فيهاش أخطاء اللقطة اللي فاتت ديت. معروف يوسف لكهربا لمعروف، مرة تانية تمريرة في وسط الملعب، يحط جسمه كهربا ويخلص ويطلع محمد عادل جمعة، وادي العرضية مرة تانية، ولكن على طول على طول المرة دي علي فتحي ضم للقلب، وبدأ بدأ الإزعاج، والجبهة اليسرى لنادي الزمالك عاملة ضغط كبير على السيد فريد، ومستغلة انطلاقة وحماسة الشباب اللي موجودة من محمد عادل جمعة. رمي التماس، وأمير بينبه وبيدي تعليمات السيد فريد. حتى الآن نادي الزمالك قادر إن هو يقتحم الجبهة اليمنى للإنتاج اللي بيلعب فيها السيد. صفارة وخطأ،
ضربة حرة مباشرة ووصلنا للدقيقة 37 والتعادل الإيجابي حتى الآن هو سيد اللقاء. أمير عبد الحميد بنفس السيناريو، الكل بيهرب من المنطقة الزحمة، كوفي البرج العالي على طول من أعلى نقطة، أدي حازم إمام لسه ما شفناش حازم لأنه جابر وأيمن حفني قافلين عليه، وأدي صفارة من جديد لأيمن حفني بياخد ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. لما بيبقى فايق أيمن ولما بيلعب في قلب الملعب بيبقى مهم جدا جدا وبيبقى خطير أيضا لنادي الزمالك. كان عايز جده خطأ في الكرة اللي فاتت، أدي مرة تانية انطلاقة ولكن فيها إعاقة وخطأ جديد لعمر جابر. النهاردة نادي الزمالك قادر إن هو يقتحم الأطراف علشان في خطورة، وشايفين لقطات وشايفين الإنتاج تحت ضغط وشايفين أيضا الكارت الثالث، أدي أيمن وأدي الإعاقة، لكن الكارت يا ترى لمين؟ هنشوف. أعتقد ممكن يكون لعلي فتحي لأنه هو اللي تدخل وأعاق عمر جابر، لكن هنتأكد من مراسلنا في الملعب. وحتى الآن ثلاث كروت في أحداث اللقاء، وآدي عبد الستار ووائل شيتوس وأيمن حفني على التنفيذ على طول بيلعب كورة، وآدي اللمسة من جبر بالكعب ولكن ما تعديش. مرة تانية ضغط ونادي الزمالك عامل نسبة استحواذ كبيرة جدا جدا على الكورة، وحتى الآن هو الأكثر بحثا عن هدف التقدم وقدر إن هو يعود من الخلف بعد ما تأخر في الدقيقة 16. استطاع إيمانويل مايوكا إن هو يعيد ويعيد الفارس الأبيض إلى التعادل من جديد في الدقيقة 26. أدي ضغط وخطأ من علي عيد مرة تانية، كرة المرة دي من كوفي ولكن بخطأ تعمل هجمة مرتدة. ادي المساحات وبطء الارتداد من لاعبي وسط الملعب، ودي مرة تانية تسديدة ولكن ما تعديش من علي جبر، والهجمات المرتدة لفريق الانتاج في منتهى الخطورة. زي ما الزمالك مسيطر مستحوذ، اعتقد انها ما خرجتش بكامل هيئتها واستدارتها، ورغم قربها من احمد حسام طه المساعد الدولي ولكن اشار بتماس. كرة هات وخد لكن بتنتهي بتماس. ادي حازم امام اللي النهاردة بيلعب اللقاء رقم 5 ليه، كان تعرض لاصابات ابعدته عن تشكيلة الاساسية. معروف يوسف بيفكر ان هو يسدد ولكن منين يا معروف؟ من بعيد جدا جدا. صحيح المغامرة مطلوبة ولكن مش من 40 متر. عنده هدف وحيد معروف في ال 17 مشاركة اللي شاركهم مع نادي الزمالك قبل هذا اللقاء. تتلعب ركلة المرمى ومحمد كوفي وحوارات الفضاء تنتهي بتماس لمصلحة الانتاج. حتى الآن اللقاء معلق، الانتاج يقدر يصل إلى مرمى الشناوي من خلال الهجمات المنظمة والمرتدة، ونادي الزمالك عنده انطلاقات وعنده رغبة في انتزاع الثلاث نقاط، ولكن إزاي هينتهي اللقاء وإزاي هينتهي الحوار؟ لازلنا بنتابع مع حضراتكم هذا الحوار وهذا اللقاء، واحنا بنلعب في الدقيقة 41. كرة للأمام، اتحرك المرة دي حلو كهربا ولا مايوكا؟ ده مايوكا بيعمل فنتات، يسلم لكهربا في الجبهة اليسرى، بيعمل شغل الفوتورك وعايز يربط ولكن تدخل من الخلف وسقوط وإشارة باستمرار اللعب، وبيضغط نادي الزمالك وبيقدر ان هو يستعيد الكرة مرة تانية ويواصل الضغط على الانتاج، ولكن لسه معروف يتحرك صح، متواجد صح، يفسد هجمات الانتاج صح، ولكن التمريرة
التمريرة الأمامية لسه مش مظبوطة من معروف. أمير عبد الحميد يلعب الكرة المرة دي جده، توقيت 10 على 10، أفضل لاعب بديل في الكان الإفريقية عام 2010. أدي انطلاقة جديدة، عمر جابر يوزع في الجبهة اليمنى، هو دي كمالة الجملة، ولكن تمريرة مايوكا ما تعديش، والارتداد موجود من محمد سوستا عايز يعادل الزيادة العددية اللي بيعملها نادي الزمالك من على أطراف، رجع وارتد وعلى طول في التوقيت المناسب يعمل إبعاد محمد سوستا. كل مدير فني خصوصا طبعا الكابتن شوقي غريب مذاكر نادي الزمالك، ولكن يبقى الأداء الجماعي المميز النهاردة في اللعب السهل السلس. محمود كهربا حلو الاستلام من معروف، المرة دي تمريرة حلوة. محمد عادل جمعة منتظر يسلم كهربا، فين كهربا؟ لسه ما ظهرش. ادي مرة تانية ايمن يجري حازم، هل يلعب عرضية حلوة؟ ادي العرضية، ولكن بيطلع فتح الله والتكملة على طول من علي فتحي، ولكن انتشار وكماشة عاملها الفارس الابيض على الانتاج، عايز يستغل الدقايق الاخيرة ويتقدم قبل انتهاء النصف الاول من الرواية، ولكن تدخل بخطأ من محمد كوفي. واعتقد ان اول الكروت للاعبي نادي الزمالك والرابع خلال احداث هذا اللقاء هيبقى من نصيب كوفي، والخطأ موجود والكارت مستحق. ضربة حرة مباشرة، ولازالت علامات الانبساط رغم التعادل الايجابي، لكن نادي الزمالك شكله افضل. صحيح فاز في اخر لقاءين على اسوان والاتحاد السكندري، ولكن ما كانش هو نادي الزمالك، مش هو الفارس الابيض حامل اللقب، وعمل ازعاج كبير جدا جدا عليه زهرة الجنوب اسوان او زعيم الثغر الاتحاد السكندري، ولكن فارق الخبرات حسمت المسألة للفارس الأبيض. لكن النهاردة أول 44 دقيقة مميزة، ودي ركنية جديدة، ولكن علي جبر على طول يعمل تشتيت، رمي التماس لمصلحة الإنتاج، وخلاص بنقترب من الدقيقة الأخيرة من عمر وزمن الشوط الأول، والتعادل الإيجابي 1-1 قائم. وادي صفاره وخطا واعتراض شديد اللهجه من احمد مجدي، لازم يهدى مجدي، لسه بنشيد بيه. ادي التدخل والصفاره، كره للامام، عمر جابر في المساحه يرفع وشه ويلعب العرضيه، ولكن معديه. معقول ده كهربا؟ مش هو ده كهربا اللي كان بيضيء ويصول ويجول مع الفارس الابيض؟ لكن يبقى لعيب عنده قدرات. ودي مرة تانية محاولة للمرور، حازم إمام وفيها لمسة يد، ومدي إيه شريف، مدي ركنية، واعتراضات كبيرة جدا جدا من لاعبي نادي الزمالك، فيها لمسة يد هتشوفوها حضراتكم. وادي الكورة، وادي الإيد الممدودة، هل وضعها طبيعي ولا وضعها مش طبيعي؟ الحكم لحضراتكم. وإن كان اللمسة موجودة من محمد فاروق، ودقيقة وحيدة وقت محتسب بدل ضائع، ودي الركنية ملعوبة، ودي محاولة الاستلام من كهربا، ولكن ارتداد من صلاح أمين وضغط زملكاوي يخلصها عمر جابر، عدى بالمهارة، ودي الخطأ، واعتقد في كارت جديد، ولؤي هياخد كارت أحمر، وفي الدقيقة 45 هيلعب الانتاج الحربي بعشر لاعبين، والضغط اللي عمله الفارس الابيض يولد الانفجار ويولد الاخطاء، والخطأ موجود والكارت مستحق، وكارت اصفر تاني في احداث اللقاء لؤي وائل، اللي قلت لحضراتكم اقل لاعب الانتاج الحربي خبرة، علشان كده بيرتكب خطأين بكارتين، ويكلف الكابتن شوقي غريب انه يلعب شوط كامل
بعشر لاعبين. زعلان لؤي، لكن الصورة ما بتكدبش، والصورة بألف كلمة، والخطأ وارد. هنشوف أكيد حالة الطرد ديت هتجبر الكابتن شوقي غريب إنه يدفع بأحد الأوراق البديلة. عنده الشامي وشهاب وليلة ووليد وزيكا وبابا أركو على دكة البدلاء، لكن أعتقد إن ممكن الشامي ينزل ويخش السيد فريد بجوار فتح الله. وادي كهربا في مكان خطير، عايز يعتمد على قدراته وإمكانياته، وزعلان مايوكا لأن لعبها من مرة واحدة كهربا. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ما بين الإنتاج الحربي والزمالك إلى الملتقى. مشاهدينا مع بداية الشوط الثاني، تقبلوا تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء. الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد مشاهدينا الكرام نتواصل سويا وأحداث الشوط الثاني من لقاء الإنتاج الحربي والزمالك في ختام منافسات الجولة رقم 20 من بطولة الدوري الممتاز، واللي انتهت فيها أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 16 مستغلا خطأ من الحارس الدولي أحمد الشناوي، ترجمها صلاح أمين إلى هدف، ولكن بعد 10 دقائق فقط ومن جملة هجومية وعرضية نموذجية وراسية متقنة، استطاع إيمانويل مايوكا إدراك التعادل للفارس الأبيض اللي واصل الضغط من أجل التقدم، وأصفر هذا الضغط المتتالي عن طرد لقلب الدفاع لؤي وائل في الدقيقة 25 علشان يلعب ويقود الانتاج الحربي احداث الشوط الثاني وهو بعشر لاعبين واقل عدديا من الفارس الابيض. كيف سيكون الحوار في ال 45 دقيقة القادمة المنتظرة من كل الجماهير، الجماهير البيضاء اللي طمعانا في الثلاث نقاط، او الجماهير الحمراء اللي منتظره تعثر الفارس الابيض لاتساع الفارق؟ 45 دقيقه مشاهدينا الكرام حاسمه فاصله في الحوار الكروي ما بين الانتاج الحربي والزمالك، ستجيب على كل التساؤلات، ولكن دعونا نرى الافكار ونتابع ركله البدايه مع حكم اللقاء شريف رشوان. على بركة الله انطلقت أحداث الشوط الثاني. طبعا الفارس الأبيض على يسار الماسورة الرأسية في ملعب بتروسبورت، بينما الإنتاج الحربي هيبقى على يمين الماسورة. حتى الآن الكابتن شوقي غريب طبعا بالنسبة له الموقف صعب، ولكن بيبدأ دايما مفيد. وادي الكورة، وادي الفرصة مرة تانية، وادي السقوط، ولكن عدت مرت، وقع محمد فاروق اللي تكاسل وتباطأ في لقطة أولى في الشوط الثاني أو اللقطة رقم 46. بص شوف الحكاية، ادي الاختراقة، وادي العرضية معدية، وادي عدم الرقابة والأخطاء الدفاعية. هل فيها إعاقة لفاروق؟ نبص ونشوف. بص شوف التدخل من معروف، أعتقد فيها كلام وفيها تدخل وسقوط من محمد فاروق، وإشارة باستمرار اللعب من شريف رشوان. علشان كده في قلق وفي غضب واضح تماما على دكة البدلاء بالنسبة لفريق الإنتاج. ايضا ما ننساش ان كان في لقطه خطيره لنادي الزمالك ولمسه يد في الشوط الاول، اشار فيها ايضا شريف رشوان باستمرار اللعب، ولكن مباراه معلقه، مباراه قويه جدا، انا اريد وانت تريد. الكسندر ماكليش طبعا الدقائق الاولى بتبقى صعبه، بيبقى فيها التركيز قليل، كان هيعملها الانتاج.
اللي بنفكر حضراتكم وبنعيد وبنزيد وبنقول انه بيلعب بعشر لاعبين وشايف احمد مجدي هو اللي هينزل. اعتقد هيلعب كباك يمين بينما السيد فريد هيخش يلعب جنب محمود فتح الله. طبعا نظرا لطرد لؤي وائل تتلعب الضربة الحرة محمد كوفي. الموسم الماضي كان من أفضل مميزات نادي الزمالك ثبات الأكس العمود الفقري لنادي الزمالك، علشان كده كان عنده استقرار. لكن هذا الموسم في الخط الخلفي فيه تعديلات وتبديلات، وأيضا في منطقة وسط الملعب مليئة بالتعديلات والتغييرات. وآدي شيكابالا أحد الجواهر اللي موجودة عند الفارس الأبيض وموجودة أيضا على دكة البدلاء، بالإضافة لباسم مرسي والفرسة الشقية مصطفى فتحي وباهر المحمدي وتوفيق ورمزي خالد والحارس أبو جبل. هنشوف كل مدير فني هيفكر إزاي وهيستخدم الأوراق البديلة إزاي. صفارة وخطأ ضد عمر جابر، مهاجمة من الخلف ودفع بالإيد، ضربة حرة مباشرة، مرة تانية انطلاقة، وعلى عكس ما كان الكل متوقع الإنتاج بيبادر. كرة للأمام على طول معروف يحط جسمه، المرة دي مايوكا ياخد ضربة حرة مباشرة، بيسقط لتحت عشان يعمل محطات. ادي ايمانويل مايوكا اللي قدر ان هو يترجم العرضية الحلوة الى هدف في الدقيقة 26، وادي تاكلينج في توقيت اكثر من رائع بدون اخطاء. حازم امام، طارق حامد، وحشة التمريرة يا طارق، تتقطع على طول لجده، عايز يعمل اختراقه وعمل مشوار وكسب مساحة وفتح قلب الملعب للفارس الأبيض. ودي مرة تانية محاولة مرور ومطالبة بخطأ من صلاح أمين، ولكن إشارة باستمرار الملعب واللعب. ودي فرصة، ولكن التمريرة لو عدت تفرق كتير. ودي دخول وعدم انسجام وتفاهم ما بين مايوكا وعمر جابر، ضربوا لخمة وقدر السيد فريد من خلال توقعه للتمريرة إن هو يطلع الكرة اللي فاتت، ولكن لقاء بادي سريع مع بداية الشوط الثاني وهجمات هنا وهجمات هناك. معروف يوسف على طول، كهربا مايوكا يعمل محطة لعمر جابر، يسلم معروف مرة تانية الكهربا، حط جسمه عايز يعمل الانطلاقة، ولكن ضغط من لاعبي الانتاج واستحواذ والتمرير الامامي عند محمد ناجي جده. ادي المساحات، ولكن على طول علي جبر يا ولد في توقيت اكثر من رائع مرة تانية بينزل على الارض ويعمل ابعاد. جهد بدني مبذول كتير، لكن يا ترى هل هيستمر الاندفاع البدني بنفس القوة وبنفس الوتيرة لغاية الدقيقة 90؟ معدل الأعمار السنية بينحاز لمصلحة الفارس الأبيض اللي عنده لعيبة شباب، بينما الأعمار السنية الكبيرة موجودة في تشكيلة شوقي غريب. لكن الكورة إيه؟ الكورة جوال. أحمد الشناوي يلعب كورة، هل الكورة طلعت بره البوكس؟ عدت مرت. طارق حامد على طول بيغير اتجاه اللعب. حازم امام، تمريرة لأيمن حفني. حازم امام مرة تانية، ارتد طبعا لاعب الانتاج. كلها تمريرات، نادي الزمالك بيحاول يفرض الايقاع. ادي الضغط والخطأ موجود لمعروف يوسف. ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول، محمد عادل جمعة مرة تانية يرجع لطارق، انتشار من لاعبي نادي الزمالك وارتداد من لاعبي الانتاج. محمد كوفي هيوزع على طول عند محمد عادل، تقدم واخترق. ودي العرضية بتبحث عن راسية، ولكن المرة دي
يطلع امير عبد الحميد ويمسك من اعلى نقطه. محمد ناجي جده كان عمل هاتريك جده في لقاء اللي فاز فيه الانتاج على الاسماعيلي، زي ما فتح الله عمل هاتريك ايضا في اللقاء اللي فاز فيه الانتاج على حرس الحدود بثلاثيه. مره تانيه طارق ايمانويل مايوكا استلام اطول من اللازم ولكن يضغط ويرتكب خطا على طول لمصلحه محمد سوستا، ضربه حره مباشره. نفسي حكامنا يسمحوا بالالتحامات خصوصا في اطار تطبيق قانون كره القدم. كره للامام، حوار فضائي وجده بيبحث عن الكوره وضغط عليه حازم امام، ولكن بياخد خطا حازم بعد شد وجذب من محمد ناجي جده. ادي الشد والجذب، الاثنين خبرات كبيره جدا جدا، سواء محمد ناجي جده اللي بيلعب النهارده اللقاء رقم 141 ليه في بطوله الدوري الممتاز. مره تانية تمريره للامام ولكن اطول من اللازم من ايمن، تشتيت من دفاع الانتاج. وادي على طول الكابتن شوقي غريب بيشاور لعبته وبيطلب منهم انهم يتقدموا. جهاز فني قوي جدا جدا، عبد الظاهر السقا وعبد الستار ووائل شيتوس، وحوار وتبادل للخبرات وتبادل للاجيال بيعمله الكابتن شوقي غريب في الجهاز الفني للانتاج الحربي، زي الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقياده ماكليش وأليكس ري وموسى الحبشي، بالإضافة طبعا للكابتن محمد صلاح وعبد الحليم علي والكابتن أيمن طاهر. لكن الأجهزة مش هي اللي بتلعب، اللعيبة هي اللي بتلعب وهي اللي بتحدث الفارق. وادي عرضية مرة تانية، وادي القائم، ادي القائم وادي العرضة وادي المتابعة، ولكن عرضيات متقنة وخطورة كبيرة جدا جدا. وكهرباء كان هيعمل قفلة في لقطة الدقيقة 55، ولكن القائم قائم في الكرة اللي فاتت ديت، وأول جرس إنذار من الفارس الأبيض في أحداث الشوط الثاني بعد ما محمد فاروق أطلق أيضا جرس الإنذار في أول دقيقة للإنتاج الحربي. بقول لحضراتكم مباراة مفتوحة، أنا أريد وأنت تريد، ولكن لسه اللقطة المضيئة لم يدركها لاعبي الفريقين حتى الآن في أول 10 دقايق لعب من عمر وزمن الشوط الثاني. أدي طارق بيعمل توزيعة، ولكن علي فتحي والمتابعة والريباوند موجودة، ولكن الهات وخد أطول من اللازم. علي فتحي كرة على طول جاب طارق حامد يسلم إمام، مرة تانية طارق، علي جبر هيرجع يوسع مساحات الملعب عند كوفي. محمد عادل جمعة النهاردة أداء غير، شكل غير لجمعة. إيمانويل مايوكا على طول بتطول منه، وأعتقد إن أليكس ماكليش هيبدأ يفكر بقوة في باسم مرسي، ومفيش كلام في كل من شيكابالا ومصطفى فتحي. طول ما اللقاء إكوال في تعادل في نتيجة اللقاء في ظل ارتكاب الأخطاء، أدي الكورة وأدي اللمسة، والله كمل فيها فتح الله. وكان النيران الصديقة من جديد هتظهر في بطولة الدوري الممتاز، ولكن القائم والعرضة بيتصدى وبيظهر كصديق لأمير عبد الحميد. وأدي كهربا بينعي حظه في اللقطة اللي فاتت، لقطة الدقيقة 55. طبعا وجوه الحاضرين لسه جماهير نادي الزمالك اللي بتتابع من ملعب بيتروسبورغ، لسه علامات الرضا والانبساط. وادي الكسندر ماكليش لسه بيتفهم وبيقرا وبيضع ايده على نقاط القوه والضعف. وقلنا ان جماهير القطبين سواء مارتينيول او الكسندر ماكليش
الجماهير بتأمل في الاسمين الكبار أصحاب التاريخ الكبير إنهم يفرضوا قوتهم ويقدموا لمستهم إلى تشكيلة الزمالك وإلى تشكيلة الأهلي، ويصبح لدينا شخصيتين حديثتين في لعبة كرة القدم. أدي مرة تانية تقدم وانطلاق عند صلاح أمين، يسند لجده، تطول من جده ولكن يزقها في مكان خطير لعلي فتحي، وبيلعب عرضية ولكن على طول تغطية من طارق حامد في توقيت مناسب، وادي ارتداد مرة تانية، وادي تسديدة، ادي التسديدة ولكن بعيدة بعيدة عن المرمى. مباراة رايحة جاية، مباراة سجال، والكل الكل بيحاول ان هو يستغل اللقطات ويستغل افضل افضل اللحظات من اجل الوصول الى هدف التقدم. طارق حامد، معروف يوسف، محمد عادل جمعة بيستلم وبيتقدم، دايما نادي الزمالك بيعمل عدد من التمريرات علشان يوجد المساحة. ادي بدلاء الانتاج الحربي كلهم في اجراءات التسخين والاحماء. ايضا الكابتن شوقي عنده اوراق مهمة، عنده بابا اركو وزيكا ووليد حسن وشهاب الدين احمد. هنشوف تفكير الكابتن شوقي غريب ايه ومتطلبات الانتاج من اللقاء ايه. مرة تانية طارق مايوكا بيعمل تمريرة خطأ، وافضل التحركات وافضل اللقطات لمايوكا الزامبي حتى الان هي لقطة الدقيقة 26، وهدف التعادل لنادي الزمالك. معروف يوسف، على طول طارق، التسقيطة الأمامية بدون إيجابية سهلة عند أمير عبد الحميد. آدي أمير بنفس سيناريو الشوط الأول، الكورة المرسلة من الخلف للأمام، الكل بيهرب من منطقة التحضير ولكن حازم اتضغط عليه، وتماس لنادي الزمالك. علي جبر على طول بيسلم لطارق. عمر جابر مشي بعرض الملعب، التحام من صلاح امين بخطأ، ضربة حرة مباشرة، ادي التحول ولكن دفع، اتعمل سندوتش في اللقطة اللي فاتت ديت، وبلمسة كده من صلاح اخل التوازن لعمر جابر. مرة تانية تماس، معروف على طول طارق، كرة مشتركة حازم إمام، ولكن ضغط على طول من جده، بيعمل الهجمة المرتدة وينقض ويعمل الاستخلاص. أدي صلاح أمين عايز يكسر ويدخل لقلب الملعب وعايز يقع، وأعتقد إن ممكن صلاح ياخد كارت في اللقطة اللي فاتت ديت لأن ما فيهاش حاجة، ولو كان عمل تمريرة ولعب مع زمايله كان هيعمل انفراد لفاروق، لكن خد قرار خاطئ. وهتظل الهجمات المرتدة في منتهى الخطورة لمصلحة الانتاج، ولكن فين الاستثمار؟ فين التركيز؟ احمد مجدي عايز يعمل تمريرة ولكن معروف ضغط عليه بمهارة كبيرة جدا جدا. بقول لحضراتكم ادي اللقطة، بص شوف صلاح امين، وبص شوف لو عمل تمريرة لفاروق كان هيعمل انفراد، ولكن دخل نفسه في الزحمة وادعى السقوط في اللقطة اللي فاتت ديت، والصورة بألف كلمة زي ما حضراتكم شايفين. مرة تانية كورة واحدة والتانية يا ولد، واحدة والتانية يا ولد، كرباج ولكن أعلى من الاتنين متر 44 سنتي من عمر جابر، خدها واحدة والتانية على طول، كورة متنطقة تشجع أي لعيب وتغريه ان هو يسدد، وبالفعل عمر جابر بيسدد ولكن عليت وراحت في منتصف البرواز لامير عبد الحميد، لكن لقطه هنا ولقطه هناك، والانتاج يريد والفارس الابيض ايضا يريد، والحوار لازال معلق مشاهدينا الكرام، واحنا بنلعب في الدقيقه 62، وبدا الكرامب وبدا الشد وبدا الجهد البدني الكبير والضغوط تظهر على لاعبي الانتاج. ما ننساش ان الانتاج بيلعب بعشر لاعبين،
بعد طرد لؤي وائل وادي الحوار المهم جدا جدا ما بين صاحب المعرفة محمد صلاح وصاحب الرؤية الفنية والمدير الفني إلكسندر ماكليش. مرة تانية انطلاقة وتقدم من صلاح أمين اللي بيتوادل الأدوار مع جده. علي فتحي هيرجع لأمير، عنده الوقت وعنده المساحة ان هو يرد الكرة مرة تانية الى نص ملعب نادي الزمالك، ولكن كوفي طبعا شايف. محمد عادل جمعة، طارق حامد، عمر جابر، ايمن حفني لعب من لمسة واحدة ولكن يرجع لعمر جابر مرة تانية طارق حامد. وطالما ماكليش ما عملش تبديل يبقى مقتنع بالأداء. ودي التمريرة، الجملة اللي بيلعب عليها نادي الزمالك، ولكن كان عايز جمعة تمريرة أحن من معروف، يفرق كتير جدا جدا معروف لو ركز في التمريرة الأمامية، لكن دوره في إفساد الهجمات وفي التحرك وفي الجهد البدني والتمركز 10 على 10 معروف يوسف. لكن الحلو ما بيكملش زي ما بنقول. محمد كوفي، ميوكا وفتح الله، يتفوق فتح الله، ادي على طول ايمن بلمسة في اتجاه جابر عايز يسندها ولكن بتهرب منه ويلحق على طول، وفتح الله يلعب كرة للامام ولكن اقرب علي جبر، هيحط جسمه جبر علشان ياخد تماس لمصلحة نادي الزمالك. حضراتكم عارفين ان نادي الزمالك عنده اللقاء القادم ان شاء الله يوم الاحد امام المقاولون العرب، ثم الاستعداد للمشاركة رقم 21 في دوري ابطال افريقيا لمواجهة يونيون دوالا بطل الكاميرون في لقاء دور ال 32 علشان يلعب المباراة رقم 159 للفارس الأبيض في دوري الأبطال. وأيضا حضراتكم عارفين إن النادي الأهلي أيضا هيلعب يوم السبت مع المقصة، ثم يسافر للقاء ريكيرتيفو علشان يلعب ويشارك للمرة 27 ويلعب اللقاء رقم 225 في دوري الأبطال. والكرة المصرية هي صاحبة المقام الرفيع. رمي التماس وشيكا بالا بياخد التعليمات الأخيرة، هل كهربا هيخرج؟ لأنه لم يظهر طوال أحداث اللقاء كهربا. صحيح كان بيدخل للقلب علشان يفضي مساحة لمحمد عادل جمعة، ولكن كهربا جماهير الزمالك بتنتظر منه الكتير. ادي كورة مرة تانية وكورة لعمر جابر، يظبط كورته ويسلم ايمن في مكان خطير، ولكن التحام وضغط من محمد سوستا على طول بيطلع ويحول الكورة من امام ايمن حفني الى ركنية لمصلحة نادي الزمالك. في التزام كبير من لاعبي نادي الزمالك. هيخرج حازم امام وينزل شيكابالا ويرجع عمر جابر علشان يلعب كباك يمين ويزود الفارس الابيض قدراته الهجوميه ويطور من ادائه. ودي الهجمه المرتده الكبيره اللي عاملها صلاح، ودي الكره مره تانيه ولكن الشناوي وتقع من ايده مره تانيه، ولكن التغطيه من عمر جابر موجوده، ولكن عايزين نهمس في اذن احمد الشناوي ونقول له مش انت يا شناوي اللي كنا بنقول عليه ان هو مستقبل حراسة المرمى للكرة المصرية، والشناوي ولكن اطلع متأخر وما قدرش يظبط كورته بثبات رغم تدخل محمد فاروق. ولكن انا بتكلم على الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني، نفسنا الشناوي يركز اكتر من كده لانه خامة كبيرة جدا جدا. ودي مرة تانية
انطلاقة لنادي الزمالك، وشيكابالا بيطلع عمر جابر بيظبط وبيرفع وشه، وادي العرضية في منتهى الخطورة، وادي التسديدة فرصة، فرصة كبيرة جدا جدا. مش معقولة يا كهربا، مش معقولة يا كهربا، محتاجة المحول رغم ان الكهربا بسم الله ما شاء الله اتغير الحال والواقع في الحياة المصرية، ولكن لسه الدنيا مظلمة عند محمود كهربا. ورغم ظهوره في الدقيقة 55 والكورة كملها فتح الله في العرضة، ادي فرصة على طبق من الماس في الدقيقة 68، ولكن بيهدرها بغرابة شديدة جدا جدا محمود كهربا. مرة تانية انطلاقة، وادي مفيش رايه ولا صفارة، وفرصة كبيرة، يقدر وفين؟ مش ممكن للصبح في الكورة اللي فاتت ديت، مايوكا بيحط كورة بلياردو بترتد من القائم الأيسر، وفي ايه وفي انفعال وفي أعصاب مشدودة، ولكن مباراة حلوة، وابتدى الكلام الإيجابي في اتجاه المرميين، ومش عايزين نشوف اللقطات الغير مبررة، ولكن بص شوف التمريرة الحلوة من كهربا، وادي ايمانويل مايوكا، والرصاصة النحاسية للفارس الابيض كادت ان تصيب مرمى الانتاج الحربي بهدف تاني. لقطات غير مبررة من لاعبي الفريقين، وفرصة كبيرة جدا جدا بيتصدى ليها القائم الايسر لامير عبد الحميد، فرصة كبيرة جدا جدا، لكن نادي الزمالك عنده قدرات، والإضافة اللي عملها ماكليش هتدي روح جديدة وقدرات جديدة لرباعي الخط الأمامي. صفارة وخطأ ضد شيكابالا، اعتبره شريف رشوان بيحجز على الكرة وهي مش تحت سيطرته. مرة تانية جاب علي فتحي يحافظ على الكرة وياخد رمي التماس. وصلنا للدقيقة 70، التعادل الإيجابي لازال موجود وحاضر على ملعب بيتروسبورت في حوار الجولة 20 ما بين الانتاج الحربي والزمالك، ختام منافسات الجولة رقم 20، وبنبحث حتى الآن عن الهدف رقم 407 أو عن الهدف رقم 24 في الجولة 20. أحمد مجدي بيضغط عليه معروف، محمد فاروق، أحمد مجدي مرة تانية عايز يغير اتجاه اللعب من المنطقة الزحمة للمنطقة الخالية. فتح الله بيظبط ويلعب كورة في عمق الملعب، يطلع جبر ولكن مش مظبوطة، جده يدي الاستحواذ. مرة تانية سوستا لمسة على طول في اتجاه جده من صلاح أمين، دخل للقلب وبيوزع في اتجاه فاروق، يطلع أحمد مجدي، هجمة منطقية، وادي اللمسة، وادي المتابعة، جول 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 جول، عملها صلاح أمين، وخمسة وخميسة في الدقيقة 70، حاول وضيع في الشوط الأول، ولكن في الدقيقة 71 يعيد ويسجل ويكرر المشهد من جديد. كرة بترتد وفرصة تضيع من الفارس الأبيض، ودي جملة، بص شوف الحكاية، بص شوف الكلام والرواية، ادي العرضية من مجدي، ودي اللمسة والمتابعة، يا عيني من صلاح أمين اللي واخد الركن البعيد على طول بلمسة بالقدم اليمنى، يترجم ويحول أحلام شوقي غريب والإنتاج الحربي إلى واقع في الدقيقة 71، ويتقدم على نادي الزمالك 2-1، ويصل صلاح أمين للهدف الخامس خلال هذا الموسم. مباراة كبيرة جدا جدا، مباراة فيها دراما، مباراة متقلبة رايحة يمين ورايحة شمال، وحتى الآن الحوار معلق، وادي الفرص الكبيرة جدا جدا اللي لسه لاعبي نادي الزمالك مش قادرين يترجموها، علشان كده ربما يبقى باسم الحاسم الورقة التانية للفارس الأبيض، واحنا بنلعب
في الدقيقة 72، ولكن صلاح أمين يكرر المشهد مثلما فعل في الشوط الأول. كلاكت تاني مرة صلاح أمين في شباك أحمد الشناوي. 2-1، مباراة حلوة، وطبعا في ثقة عند رئيس مجلس إدارة الإنتاج الحربي بالهدف الثاني وبالتطور الكبير اللي حصل في أداء وفي نتائج الإنتاج الحربي. بقول لحضراتكم 12 لقاء لم يهزم إلا في لقاء واحد في الدقيقة 96، وآدي وجهي العملة الرياضية والصبي الصغير الزملكاوي اللي حتى الآن بيتساءل عن مستقبل هذا اللقاء ومستقبل التنافس في الدوري 57، والفارس الأبيض متأخر 1-2. هنشوف باسم مرسي هينزل مكان محمود كهربا الغير موفق تماما في هذا اللقاء. تاني تبديلات الكسندر ماكليش، عنده هدفين باسم، واخيرا بعد الزهايمر التهديفي اللي استمر 150 يوم عاد باسم الحاسم الى الصوره من جديد. شيكابالا بيدخل لقلب الملعب مره تانيه، ايمن حفني في قلب الملعب يوزع لعمر جابر يكمل معاه شيكابالا. ادي التقدم المنطقي، ولكن على طول الروح العالية والكلام اللي قاله المرحوم نجيب المسكاوي، العشرة امام الحداشر والروح اللي بتبقى متفجرة للعيبة وللفريق اللي بيبقى عنده نقص عددي شفناه واقع وحياة في اللقاء حتى الآن. وأمير عبد الحميد وطبعا حارس المرمى هو اللاعب الوحيد اللي له الحق في العلاج داخل أرضية الملعب. وآدي اللقطة وآدي الجملة المنظمة اللي فيها كثافة عددية وفيها عمق هجومي جيد من لاعبي الإنتاج الحربي، واستمرار للسلبيات الدفاعية اللي موجودة في رباعي خط الظهر وهي المتمثلة في عدم الرقابة وعدم التمركز. استغلها صلاح وترجم بالشعوذة وباللمسة وبالسحر، سحر الإنتاج الحربي الكروي بهدف تاني. علامات من الاندهاش وطبعا سقوط في خبرة من أمير عبد الحميد. وآدي ردود الأفعال والجهد البدني الكبير وأبرز اللقطات اللي تم تسجيلها في أحداث اللقاء. أدي لقطة الدقيقة 16، خطأ من الشناوي وصلاح أمين بيظهر كلاكت أول مرة ويتقدم للإنتاج في الدقيقة 16، ولكن أيضا بجملة من الفارس الأبيض وعرضية قدر إيمانويل مايوكا إن هو يعيد الفارس الأبيض إلى المشهد من جديد وأدرك التعادل. ولكن صلاح أمين نويها ويكرر أفعاله ويكرر لمساته ولدغاته ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 71. شايف هيبقى فيه تبديل ومش شايف أمير في الكد، هل هيخرج أمير عبد الحميد؟ هنشوف. موجود الحارس البديل عامر وشريف رشوان، طبعا كل لاعبي نادي الزمالك واداريه بيكلموه على الوقت، خصوصا واحنا بنلعب في الدقيقه 77 والزمالك متاخر 1-2. علشان كده طبعا قام الكابتن اسماعيل يوسف وابتدى القلق، وشايف امير مش قادر يكمل. ولكن طبعا هننتظر عمليات التسخين والإحماء لعامر. حوارات من خارج الخطوط
وشريف رشوان بيستعجل اكيد عامر اللي فعلا بيظبط مهماته علشان يبقى تبديل جديد وتبديل اضطراري جديد وازمه جديده للانتاج الحربي اللي حتى الان مقدم مباراه ولا اروع. ونادي الزمالك ما قدرش من خلال الفرص ان هو يتقدم واللقاء تعادل، ووقف في وجه الفارس الابيض العارضه والقائم الايسر لابرز اللقطات والفرص اللي لاحت لنادي الزمالك سواء لكهربا او لميوكا. خرج امير ونزل عامر علشان يشارك للمره الثالثه هذا الموسم، وادي الكوره الركنيه على طول تشتيت ترجع لنادي الزمالك ولمحمد عادل اللي بيسدد، ولكن تسديده اعلى من المرمى. ادي عامر النهارده بيشارك للمره الثالثه وبيشارك للمره رقم 100 في تاريخ مشاركاته في بطوله الدوري الممتاز، لاعب الجونه وامبي السابق. وبالمناسبه اللقاء اللي قدام حضراتكم دوت هو ايضا اللقاء رقم 100 في تاريخ مشاركات الانتاج الحربي في بطوله الدوري الممتاز. علي جبر بيظبط الكوره، طارق حامد، عمر جابر بيلعب تمريره للامام، متابع معاها مايوكا يعمل كنترول وضغط عليه فتح الله ولكن يرتد، ومره تانيه معروف بتهرب منه الكوره، معروف بذل جهد كبير، واعتقد ان هو هيبقى التبديل الثالث. مره تانيه طارق، عمر جابر، طارق حامد بيسقط كرة تعدي لشيكابالا ويظبط شيكا يا ولد، ولكن عامر ويجعله عامر في أول لقطة وأول إنقاذ بعد نزوله في الدقيقة 79 للكرة اللي فيها مكر وفيها دهاء من شيكابالا اللاعب اللي بقول لحضراتكم كل ما بينزل بيعمل إضافة لنادي الزمالك، ولكن عامر نازل مركز بشكل كبير ويعمل إبعاد. مرة تانية ركنية وإبعاد، ونادي الزمالك على نفس الوتيرة مسيطر مستحوذ، ولكن النتيجة الرقمية تشير لتقدم الإنتاج. شيكابالا ياخد خطأ، ضربة حرة مباشرة، بدأنا نلعب في الدقيقة 80 لكن هيبقى عندنا وقت طويل في الوقت المحتسب بدل الضائع. كرة فيها تركيز وفيها دقة ولكن كانت عايزة قوة من شيكابالا، لكن فرص. علشان كده واحنا بنقول مفردات التفوق مش بس التركيز والجهد والعرق ولكن تملي بنقول التوفيق. مرة تانية كرة على حدود المنطقة، علي جبر، ودي الهجمة المرتدة والتحول السريع من الدفاع للهجوم، ولكن المرة دي ما يلحقش صلاح. عمر جابر يسلم شيكابالا، يظبط كورته شيكا، ولكن في لمسة يد على اللاعب علي عيد، بذل جهد كبير علي عيد هو وسوستا. ادي كورة مرة تانية لشيكابالا في مكان خطير، ولكن ضم للقلب علي فتحي ويعمل ابعاد، وادي العرضيه ولكن عرضيه اقوى من اللازم من عمر جابر، ولكن ايمن حفني موجود. محمد عادل جمعه يظبط، وادي عرضيه مره تانيه، ولكن فين التوزيع الهجومي والانتشار الهجومي اللي شفناه من الانتاج في لقطه الدقيقه 71؟ لسه رغم نادي الزمالك بيلعب باتنين روس حربه مايوكا وباسم دلوقتي، ولكن لسه مش شايفين التوزيع ولا العمق الهجومي. طارق حامد بيعمل تمريره، ادي الفنت الحلو، وادي الوان سري على طول بيلمس باسم، ولكن اتحرك مايوكا في الجانب الايمن منتظر عمر، يرجع لطارق، طارق على طول بيقوس كوره في اتجاه باسم، ولكن حوارات
حوارات الفضاء المرة دي تنتهي لمصلحة السيد فريد، هو ومحمود فتح الله الاتنين مميزين في ألعاب الهواء، وآدي محاولة التحرك ولكن كان فيها لمسة يد. بنلعب في الدقيقة 82 وعلى طول عامر محمد كوفي يلمس وفي التحام وسقوط، ومدي ايه؟ مدي ركلة جزاء لصلاح امين، واحد من نجوم هذا اللقاء وفرمان خطير وقوي وعنيف في سيناريو احداث اللقاء. شريف رشوان لم يتردد في احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 83. بص شوف، حط جسمه صلاح والتحم معاه محمد عادل جمعة، هل فيها خطأ ولا ما فيهاش؟ الحكم لحضراتكم. ليه الحكم لحضراتكم؟ لأن كل كلمة ليها تمنها، وأي كلام يزعل هنا ويزعل هناك، ولكن الصورة بتتكلم، وقرار شريف رشوان حكم اللقاء وصاحب الفرمان بيصدر صافرة ويدي ركلة جزاء، هي ركلة الجزاء رقم 77 داخل محمود فتح الله، وبيحط جول محمود فتح الله، ويزيد تقدم الانتاج مشاهدينا الكرام، ويضع هدف لا يصد ولا يرد بعد تنفيذ امثل. يا سلام، بص شوف محمود فتح الله بيحط فين؟ في الثمانيات يا حبيبي، في الثمانيات، علشان يعمل مفاجأة كبيرة. الانتاج الحربي ويتسع الفارق مشاهدينا في حوار الجولة 20، وتصبح النتيجة 3-1 نادي الزمالك، ويصل محمود فتح الله للهدف السادس هذا الموسم رغم محاولات وانقاذات وفرص اللي لاحت ليه طوال احداث اللقاء. 3-1، مباراة مجنونة، مباراة دراماتيكية، قلنا في المقدمة مباراة بتقبل كل الاحتمالات، وان اخر 7 لقاءات للانتاج عامل 5 فوز و2 تعادل، والانتاج وهو بيلعب ب10 لاعبين من الشوط الاول وطوال احداث الشوط الثاني قدر ان هو يدوب الفوارق، والاستراتيجية اللي اتبعها الكابتن شوقي غريب اتت بثمارها عن طريق العريس وصاحب احداث الفارق صلاح امين ومحمود فتح الله. مرة تانية كرات ومحاولات من نادي الزمالك دلوقتي لتقليص الفارق. مرة تانية عمر وتمرير في وسط الملعب، ودي تقدم ولكن في صفارة وفي خطأ لمصلحة أيمن حفني، لكن بالتخصص فتح الله. قلت لحضراتكم لما كان بتيشيرت نادي الزمالك سجل في مرمى الإنتاج في موسم 2009-2010 وفي لقاء الذهاب كان قلص الفارق للإنتاج من ركلة الجزاء، وفي لقاء الإياب أيضا بيواصل مسلسل إحراز الأهداف محمود فتح الله ويضع الهدف الثالث أيضا من ركلة الجزاء بعد تنفيذ أمثل لركلة الجزاء رقم 77 في بطولة الدوري الممتاز. لكن سيناريو صعب، سيناريو لم يكن يتوقعه عشاق وجماهير الفارس الأبيض في كل مكان، لكن الكورة جوال والبسمة راحت وبدأ عليها يبقى فيه اندهاش وحزن وعلامات تعجب. الكل بيفكر هل الفارق اللي كان 3 نقاط هيبقى 6 ولا يقدر يعود الفارس الأبيض؟ ودي تسديدة من شيكابالا ولكن أعلى من البرواز. هادي شيكابالا بينفذ كرة فيها سويرف ولكن أعلى من الحائط البشري.
اخيرا مصطفى فتحي بديلا لايمن حفني، ويبقى كده نادي الزمالك استنفذ الثلاث تبديلات بالدفع بمصطفى صاحب الاربع اهداف، وهيخرج اللاعب سوستا وينزل ليلة. لكن النهاردة مباراة غير واداء غير، وشابوه للكابتن شوقي غريب وشابوه للاعبي الانتاج اللي مذاكرين وقدروا انهم يجاوبوا في الامتحان الصعب امام الفارس الابيض ببراعة كبيرة جدا جدا وبقدرة كبيرة جدا جدا. صحيح تعاطف معهم القائم والعرضة، ولكن الكورة فيها كل حاجة. مرة تانية شيكا بالا تقدم شيكا وفتح له جمعة، ودي العرضية، ولكن عرضية هدية في ايد عامر على ماله عامر. وطبعا الكسندر ماكليش بداية لم يكن يتمناها ابدا ابدا، لكن طبعا لسه بدري جدا جدا. طارق حامد بيلعب كورة، ولكن على طول فتحي من اعلى نقطة يطلع، وادي المرور يا ولد يا عيني على جده، عدى واحد والتاني، وادي الهجمات والمساحات وعدم الرقابة، وادي العرضية على طول، ولكن المرة دي يصطادها علي جبر. بقول لحضراتكم نادي الزمالك الموسم الماضي كان مميز ايام باشيكو وايام فيريرا بالصلادة الدفاعية والاكس الذي لم يتغير ولم يتبدل طوال عمر البطولة الثمانية وثلاثين جولة، علشان كده قدر ان هو يجمع النقاط وكان عنده قدرات اللي بتحدث الفارق، ولكن التبديل والتعديل وعشرة عشر دقايق وقت محتسب بدل ضائع هيضيفهم شريف رشوان كوقت محتسب بدل ضائع في الشوط الثاني. تتلعب الركنية، كورة معدية، شيكابالا يلعب كورة للأمام، مرة دي باسم يلمس وإيمانويل مايوكا واحد وسط ثلاثة، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا علي عيد لعيب مميز جدا جدا في وسط الملعب. رمي التماس احمد مجدي يلعب على طول، ادي عدم الانسجام والتفاهم. محمد ناجي جده اللي عاد من جديد الى مستواه وقدم جهد كبير جدا بخبراته، ادي على طول محاولة ولكن ضغط من طارق حامد يطلع الكرة الى خارج الملعب. تماس مرة تانية تقدم ومحاولة، ولكن يقفل على طول علي جبر. تتنفذ رمية التماس، وادي العشر دقايق اللي شفنا شريف رضوان بيشير لوليد عبد العزيز علشان يضيفهم. شيكابالا والكرة العالية على طول بتوصل في اول لقطة لمصطفى، عايز يعدي ويتقدم يقع، ولكن اشارة من شريف رشوان باستمرار اللعب. تتلعب رمية التماس، طارق حامد يسلم لمعروف، مرة تانية عمر جابر، معروف ادي الوان سري، وكرة مرة تانية لمصطفى في مكان خطير، هيعمل ايه يا ولد على التمريرة، ولكن لسه بيسند، وعمر جابر بيطالب بركلة جزاء، ولكن في اشارة باستمرار اللعب والمباراة على صفيح ساخن زي ما حضراتكم شايفين. ودي مرة تانية محاولات نادي الزمالك، ودي مايوكا اللي بيتحرك، ولكن في راية وصفارة تسلل عنده قدرات مايوكا، ولكن لسه مش قادر يربط التمريرة، المرة دي متأخرة من جابر، وقع مايوكا في مصيدة التسلل. لكن عايزين نشوف الكرة اللي اعترض عليها عمر جابر. عامر بيلعب كرة للأمام،
مرة تانية كورة بترتد طارق حامد، مصطفى فتحي بيظبط ويغير اتجاه اللعبة على طول، معروف يطلع محمد عادل جمعة، تقدم وعامل الزيادة ووصل وادي العرضية، ولكن على طول يا سلام يا سلام على التنظيم الدفاعي والروح الروح الكبيرة، ولازال الأداء البدني مستمر بنفس المردود والكفاءة رغم النقص العددي. مرة تانية محاولات مستمرة من نادي الزمالك، مصطفى عدى وبيصول ويقول وبيربط، يا سلام وادي الكورة، ولكن فرصة مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مش يومكم مش يومكم النهاردة ولا يوم نادي الزمالك. بص شوف الحكاية، هات وخد في ربع متر، ويا دوب يا دوب مصطفى فتحي على بعد ايه؟ على بعد 6 متر من الحارس عامر، ولكن بيلاقيها بالتوقع عامر ويشيل كلاكت تاني مرة، فرصة كبيرة، وادي اللقطة اللي طلبت انها تتعاد واتعادت قدام حضراتكم صورة مرة تانية بألف كلمة والحكم لحضراتكم، ولكن مباراة حلوة جدا جدا. وبعد ما وصلنا للجولة 20 مشاهدينا، ابتدى الدوري المصري، وابتدت القدرات وابتدت الإيجابية تظهر، واللعب الهجومي من هنا وهناك مفيش كلام بيحلي اللقاءات اللي طبعا هتبقى أجمل وأجمل لو في جمهور وفي استقرار. مرة تانية مصطفى عمل إضافة كبيرة وعمل إزعاج كبير، ومش عارف اتأخر تبديله ليه. ركنية بتتنفذ، شيكابالا بيسدد على القائم الأول، لكن كرة صعبة يا شيكا. بنلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. واحد يسألني هل الزمالك يقدر؟ يقدر، لأن الكرة ما فيهاش مستحيل. هل الإنتاج يقدر يزود؟ طبعا يقدر بعد الأداء اللي شايفينه من الإنتاج الحربي والارتداد الرائع اللي بيعمله في الهجمات المرتدة. عريس اللقاء صلاح أمين هيخرج وينزل الكابتن شوقي غريب، ورقة دفاعية جديدة ممثلة في حسن الشامي، تبديل بيزود بيه صلاته الدفاعية الكابتن شوقي، ويضيع بعض من الثواني المتبقية. ادي مرة تانية هجمة، وباسم في مكان خطير ولكن يضغط عليه احمد مجدي على طول لفاروق، وادي الاهداف اللي ادت ثقة كبيرة للاعب الانتاج. وقلنا ان لاعب الانتاج كلهم عندهم خبرات، لعيبة لعبت في الاهلي والزمالك وفي منتخب مصر، ومع الكابتن شوقي غريب اللي إدارة الإنتاج تمسكت بيه من أول الموسم بدأت تجني ثمارها. ودي كاميرا قناة الحياة بترصد لحضراتكم اللحظات الأخيرة، اللحظات القاتلة من عمر لقاء الإنتاج الحربي والزمالك، واحدة من أقوى وأمتع اللقاءات. صحيح يوم غير سعيد للفارس الأبيض، ولكن الكورة مدورة، يوم ليك ويوم عليك، ولسه الدوري طويل، فاضل 14 جولة بالتمام والكمال، 14 جولة ب 52 نقطة. الكل بيتابع اللقاء من الوضع واقفا، طبعا علامات الغضب والحزن موجودة على وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعلى أعضاء الجهاز الفني، لكن لسه فاضل 5 دقايق وكل شيء ممكن، ولكن هل يا ترى التركيز والرغبة موجودة؟ هنشوف ونتابع. ودي كورة مرة تانية، ولكن مصطفى فتحي بيلعبها وهو بيقع على مهله عامر، وادي طبعا علامات عدم الرضا، نتيجة غير متوقعة، لكن الكورة قلت لحضراتكم بتدوب كل الفوارق، التسعين دقيقة داخل الملعب
بيدوب فيها كل الفوارق. ولما كان اللقاء تعادل ما قدرش نادي الزمالك سواء بالتوفيق او بالعرضة او بعدم التوفيق اللي كان لازم نادي الزمالك ان هو يستغل الفرص اللي لاحت ليه. ادي لقطات خاصة لكاميرا الحياة، والمستشار مرتضى بيتابع اللقاء طبعا من الوضع واقفا، وبيطالب لاعبته انها تتقدم للامام لعل وعسى. بنلعب في الدقيقة الثامنة، والانتاج الحربي على بعد 3 دقائق فقط من تحقيق انتصار تاريخي، وهو الانتصار الاول اللي هيسجل للانتاج الحربي في تاريخ لقاءات الفريقين، لقاءات الفيس تو فيس. محمد ناجي جدو عايز ياخد تماس، وبالخبرة وبالذكاء ياخد رمي التماس. هنشوف اللقطة مرة تانية، ما فيهاش طبعا اي خطأ، ولكن ده احتسب خطأ، وده افضل من ان هو يحتسب تماس، لان جده هو اللي طلع الكورة. ضربة حرة لمصلحة الانتاج، تتلعب قصيرة، الشامي يسلم لفاروق. طبعا لاعبي الانتاج بيحاولوا يعملوا اكبر عدد ممكن من التمريرات، استهلاك شرعي للوقت، ويرجعوا نادي الزمالك ويخففوا الضغط. معروف يوسف يضغط ويخلص، باسم مرسي على طول بيسلم شيكابالا، عايز يلف ويلعب العرضية، ولكن مضغوط عليه من السيد فريد علشان تبقى ركنية. محمد عادل جمعة بيلعب كورة، ولكن لسه كل لاعبي الانتاج طبعا في منطقة ال 18 عارفين انهم بيلعبوا في الثواني الاخيرة. وادي عامر بيعمل انقاذ، وادي علي جبرو بيظبط، ولكن بيبدأ هجمة جديدة عند مصطفى، وادي العرضية حلوة على القائم الثاني، ولكن باسم مفيش تنسيق ومفيش ربط بينه وبين في اللقطة اللي فاتت دي، بينه وبين مين؟ بينه وبين كوفي اللي كان متقدم في اللحظات الأخيرة في الكرة اللي فاتت دي. خلاص أصبح في استعجال. الجهاز الإداري والفني لنادي طلائع الجيش بيطالبوا طبعا حكم اللقاء إطلاق صافرة النهاية، ولكن لسه صحيح إنها دلوقتي بنلعب في الدقيقة 10، لكن لسه بعض الثواني. أدي كورة عند مايوكا، لف ودار وعايز يجد المتابعة، ولكن الفكر مش موجود. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث هذا اللقاء بفوز كبير وتاريخي للإنتاج الحربي على نادي الزمالك بنتيجة 3-1 في النهاية. لا يسعني مشاهدينا إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء. فاصل قصير ثم عودة إلى استوديو الحياة ونجوم مصر الكبار الكابتن سيف زاهر، ونجوم الكرة المصرية كابتن طارق يحيى، كابتن أشرف قاسم، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن حازم إمام. فإلى هناك.